اوه مشاهدين ومتابعين قناة أشواق تي مرحبا بكم معنا اليوم كيف ما عرفنا احنا كاملين الضجة اللي دارها الملف ديال الدكتور تازي دكتور الفقراء والزوجة ديالو وأيضا بعد العاملين بالمصحة ديالو معايا الأستاذ المحامي هشام اللي اليوم جاء باش يوضح لنا بزاف الحاجات من الناحيه القانونيه في القضيه ديال الدكتور تازي السلام عليكم مرحبا بكم مرحبا, بالاخت بريم ومرحبا بقناه اشواق تي احنا حنا بالفعل في اطار تنوير الراي العام وفي اطار بسط مسائل القانونيه وما ينص عليه القانون في هذه القضيه اللي حنا كاملين باقي لحد الان كيصيبنا الاندهاش والصدمه والمفاجاه لهاد 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 القضيه. كلنا تصدمنا يعني كل اللي متيق كل اللي ما بالفعل حنا انا بعدا كمحامي كنلتزم مبدا التحفظ اولا اخت مريم كنقولوا بان المتهم راه إذا نعم الى ان تثبت ادانته راه باقي المستعرضة دابا الان في التحقيق سهله التحقيق الابتدائي الان راه في التحقيق التفصيلي راه غيستمعوا الشهود وغادي يستمعوا المصرحين. وغادي يستمعوا للضحايا وغادي وغيديروا المواجهه ولا كان شي خبره مثلا إذا كان شي واحد دابا انه مختل عقليا او انه مريض نفسي او راه تجر عليه خبره نعم سورتو سمعنا بان الزوجه ديالو قدمت الورق ديالها بانها مريضه نفسيا او بالفعل اخت بريمه هادشي اللي كان الانسان بحال هكذا كتنتمي لكن احكام قانونيه كينظمها قانون الجنائي الانسان حنا كنعرفوا الانسان ملي كيتم الثامن باش نهضروا قانونيا الانسان ملي كيتم الثامنه عشر من عمره يعتبر مسؤول مسؤوليه كامله عن الافعال الاجراميه التي يرتكبها لكن قد تعتري هذا الانسان بعض العوارض مثلا كان يكون ضعيف القدرات العقليه أو قد يكون منعدم القدرات العقلية إذا إيه كان كامل المسؤولية إيه كان كامل الإرادة والإدراك والتمييز راه يتعاقب بعقوبة الجريمة دون أي عذر ودون أي سبب مخفض إذا إيه كان القدرات العقلية ضعيفة راه هنا راه عليه خبرة طبية كيقوم بها واحد الطبيب شرعي محلف واللي كيثبت من بعد فحص الشخص الباسل امامو و... و... جميع و... كيتاكد بان السيد واش اذا كان ضعيف راه كيتبت بانه ضعيف كيدير تقرير بان القدرات العقليه ديالو راها ضعيفه والقاضي راه كيشير انه ضعيف في الحكم بانه ضعيف في قدراته العقليه وكيصدر واحد العقوبه مخففه اذا كان السيد فاقد نهائيا الادراك والاراده انه مجنون جنونا مطبقا بعد الحاله راه كيهتم بالاعفاء ديالو وبالايداع ديالو في مؤسسه لعلاج الامراض العقليه كيبقى تحت اشراف واحد الطبيب مختص كيبقى يرفع التقارير ديالو دوريا الى السيد الوكيل العام ملي كيتشافى راه كيتعاقب ومده اللي قضاها في السجن في مستشفى الامراض العقليه تخصم من مده العقوبه بالفعل الزوجه ديال ديال الدكتور تازي دعات نعم، ودفعات قبل من الزوجه بغينا نعرفوا القضيه الملف شنو 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 هما يعني ال عفوا التهم اللي بالفعل آه. التهم اللي, اللي متابعه كما راه جا شي صحافه مكتوبه وسائل التواصل الاجتماعي وكاين بلاغ ديال ديال مدير العام الامن الوطني والفرقه الوطنيه انهم متابعه من اجل النصب والاحتيال ومن اجل التزوير ومن اجل تكوين عصابه من اجل الاتجار في البشر دابا حنا كنسمعوا هذا الاتجار في البشر كاين اللي ما كيفهمهاش كاين اللي كيقول لك واش الاتجار في البشر جنسيا واش الاتجار في البشر في الاعضاء واش الاتجار هو في اي استغلال هو اي استغلال للكائن البشري من طرف شخص اخر وكيستغلوا من اجل الحصول على منفعه ماديه ولا مصلحه معينه يعتبر استغ... يعتبر اتجارا في البشر سواء كان سواء كان جنسيا او كان ماديا او كان عن طريق دير الصور ديالو ولا التشهير ديالو وهنا الاتجار في البشر على اعتبار انها هي الجريمه الاشد والأغلط والاقوى واللي هي اللي غيتبنى عليها الحكم هذه الجريمه هذه العقوبة ديالها كتبدا من خمس سنين، عشر سنين، عشرين حتى ثلاثين عام. راه بمعنى أنها عقوبة مشددة. وكت، وكت،, وكت وكت وفيها مجموعة من الحالات بحال عنصر التعدد، بحال استعمال الوظيفة، بحال استعمال النفوذ والسلطة، عدد من الأمور اللي كتحدد كتعتبر بأنها ظروف وأحوال كترفع العقوبة من مرحلة لمرحلة. وهذا راه تابع به سي الدكتور تازي متابعين بان الزوجه ديالو رئيسه العصابه وانا هو راه مشارك معها وانه راه كانوا كيتاجروا في البشر وحنا كنتازموا بدا التحفظ الانمي ميفرا في التحقيق الاعدادي في التحقيق التفصيلي وسيد قاضي تحقيق راه له الصلاحيه الكامله ملي يسمع الاطراف والمصرحين غيكيف الوقائع ويعطي التكييف القانوني الصحيح على السيد رئيس المحكمه الجنائيه الابتدائيه لا تكون واحد المناقشه ويكون تاني اعاده بس او الدفوع الشكليه والموضوعيه ويصدر حكم وذاك الحكم يكون توقف كذلك قابل للاستئناف وغيمشي للغرفه الجنائيه السلفية واللي غادي تنشر القضيه من جديد وغادي تتم المناقشه ديالها وبس للضحايا والشهود واجراء المواجهات وغير ذلك بمعنى ان الحكم اللي غادي يصدر هو لا يكون عنوان الحقيقة إذا كان قبل مثل الحكم بغينا نقربوا المشاهدين من هذا المشكل ديال الإحسان العمومي حيت هو اللي باش ناض عليه الصداع أنا هنا كنوجه واحد الدعوة لجميع المحسنين من هذا المنبر الكريم كنوجه لجميع المحسنين سواء في الخارج او في المغرب حنا كنعرفوا المغرب عزيز عليهم الكرم عزيز عليهم الاحسان وعزيز من البذل والعطاء ولكن راه شوف راه ملي كتعطي الفلوس ديالك حنا مثلا مثلا هذا الدكتور التاج كياخذ تبرعات وكي باش يغطيها كيدير فواتير وتقارير مزوره وكيصب على صندوق ضمان الاجتماعي وشركه التامين في مبالغ خياليه راه كاين قانون ديال الاحسان العمومي راه الى كان راه صعيد الوطني راه الحكومه كت يمكن لك تتصل وتمشي تطلب الاحسان العمومي الحكومه كتشرف على داكشي باش علاش الا كان تيك على الصعيد الوطني راه كاين والي كاين على الصعيد المحلي راه كاين رئيس الجماعه بمعنى انه خص يكون هناك اشراف من طرف الدوله على هذا الاحسان العملي تنظيم ولكن لأ... الجمعيات الجمعيات يمكن ولكن الاحسان العمومي خصنا نلتزموا به لاخاطش الجمعيات حتى هي فيها القانون القيل الاخت مريم كاين اللي كياخذوا التبرعات وهاد المساعدات من القطاع الخاص والعام كيستغلوا الاغراض خاصه وشخصيه وما كيعطيوش المستفيدين الضعفاء اللي كيقولوا كي... كي راه حنا كندافعوا عليهم خاص الدوله هي اللي تشرف على هذا الشيء ملي كتدخل الدوله كيكون كي تحتال أموال حق تكون غراهيض وهذه مش مستعملاش الانسان بحال الارهاب بحال مسائك خيبه مخدرات قرقوبي كذا يستعملوا في الاخر تخيب خص يكون تقليل الضبط ديالو. احنا أكد... متبعين هذا الملف ديال الدكتور تازي خرج مؤخرا اب الطفل ايه الله يرحمها وقال بانه بنته تم الاستغلال ديالها في العمليه ديالها هو نهار اللي قال له الدكتور تازي غندير لك العمليه كتسوى 20 او 25 مليون ما كانش متيق فشنو الراي ديالك شنو اللي خلاه يخرج حتى لدابا او اب ديال ايه حنا كنا سمعناه وكنا شفنا في فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي كما باقي ايها المواطنون فين الاب تم استغلال الدريه استغلها باش يطلب منها الاحسان ويطلب منها التبرع من اجلها من حق الاب ديال باش يتقدم يدير طالب الى السيد قاضي التحقيق بقى عند قاضي التحقيق يدير طالب قاضي التحقيق يطلب فيه الانتصاف في معطى الماء يدى الرسم الجوزافي على ما اعتقد 500 درهم القسط الجوزافي ويحطو تما وقاضي التحقيق راه يحقق معاه ونشوف هذا وجه الاستغلال واش الاركان التكويني ديال هذه الجريمه ثابته وكيفاش تم الاستغلال ديال البنت ديالو وحتى الضحيه ديال هذا الدكتور تازيلي كيقولوا كما كي كيقولوا راه طبيب الفقراء كيفاش انا طبيب طبيب الفقراء وانه هذه الحاله الانسانيه الفريده لمصالحه الخاصه. ما يدخل لنا العقل او ربما انا انا بعدا صدمني وربما العديد من المشاهدين غادي يكون صدمهم في الاول الخبر واش واش اشاعه واش بصح واش هذا لان اولا هو انسان ميسور الحال ثانيا حنا كنا سمينا او تسمى عليه في جميع السوشيال ميديا بطبيب الفقراء لانه كان كيعاون بزاف ديال الناس خصوصا الناس اللي تعرضوا لاغريسيون في الوجه ديالهم وجاتهم شي ضربه وهذا وكتخرج من حياتهم معهم الناس اللي عندهم سمنة مفرطة يعني كان طبيب الفقراء ديال بصح كان كيتبنى حالات وقضايا وملفات هاد هاد الطبيب الفقراء اللي خلى صاحب الجلاله صار ولا واياده باش يعطيه وسام الاستحقاق الوطني لانه كان كذاب لان صاحب الجلاله راح تموت تموت بانه ملك الفقراء بانه عطاه هذا الوسام باش يبقى يتعاون مع الضعفاء ماشي يبتص وينصب عليهم ويحتال عليهم ويزور عليهم اذا تبوتت التهمه على الدكتور تازي اذا تبوتت التهمه راه عنده عقوبه ما بين 10 و 20 سنه وياخذ اكثر اذا ما متوش قاضي الابتدائي الجنائي بي ظروف التخفيف القضائيه أكيد حالات مشابهه وهل يتمتع ب... وش هو عنده الحق انه يتمتع بظروف التخفيف وبحاد الحاله هذه راه القاضي راه يجيبوا الا يتمتع باي ظرف من ظروف التخفيف اما بالنسبه للزوجه ديالو والشركاء ديالو. والزوجه ديالو اللي تبتات فيها الجاذبه راه تا تا نفس نفس العقوبه اللي كتسنى ناقشت عندهم عصابه تكوين عصابه الرئيس الرئيس كنظن بان تكوين عصابه حتى هي راه را تكوين عصابه من اجل الاتجار في البشر تكوين عصابه من اجل العقوبه كتوصل 30 عام الاخت مريم وحنا دابا الحكم هذا حنا كنقولوا حنا حنا كناقشوا غير القانون نعم سور حنا دائما المتهم بريء حتى تتبتئي دابا شكون هو واضح مبدا التحفظ راه ملي غادي يصدر الحكم كيتبع لي اثار الاخت بريء اولا راه هذاك الوسام اللي اللي عطاه صاحب الجلد الاسحاق راه غيتسحب منه ملي يولي الحكم حائز قوى الشيء المقديمي ولا حجيه الامر المقديمي راه غادي تح... الجدول الجدول غيتشطب عليه بالجدول الاطباء المعتمدين بالمملكه بالنسبه قد الى كانت علاقه ديال المصحات المصحات الحياه كامل وممتلكات ديالو عندهم علاقه بهذا الاجرام وهذا الشيء والقبائل راه يتعاقب بعقوبه اضافيه بالاضافه للعقوبه الاصليه اللي هي السجن كما هضرنا قبيله راه يتعاقب بعقوبه اضافيه هي المصادره ما معنى المصادره؟ المصادره لفائده الدوله بان جميع الممتلكات والوسائل الى 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 استعملت في ارتكاب الجريمه راه تاخذهم الدوله والدوله اللي حاليا دابا دكتور تازي هو في اي مرحله دابا الان راه غيقولوا طلبوا ليه الصراح المؤقت الدفاع ديالو لا بدا ما يطلب ليه الصراح المؤقت وغادي وعلى ما اعتقد بان الحجه ثابته على هنا الفرقه الوطنيه راه ما راه ما شي متابعه ولا كدير شي مصطلح حتى كدير البحث والتحري والتقصي والاستماع والمراقبه من الحجه ثابته والمفرة تعرض عليه غادي يكون تحقيق مفصل راه غايكون تحقيق دابا التحقيق راه فيه جوج دابا الاولى غير يقول لي واش ارتكبتي ولا ما ارتكبتيش ابتدائي ولكن من بعد غادي يجي التحقيق التفصيلي مع جميع الاطراف لسو... الزوجه ديالو ولا... هو دابا في مرحله؟ دابا الان في التحقيق التفصيلي دابا دخل التحقيق التفصيلي غيدخل التحقيق التفصيلي والمحاورات المصارح وانه غيطرفد لي بهذا الطالب لان احنا ما كندخلوش عمل القضاء البعاد خصنا نبقاو حنا كنناقشوا على حسب غادي عنده دائما سلطه تقديريه عارف وغادي يستاهلو في الغرفه الجو الحيه اللي تسينا فيها انا ما اعتقدش حقاش خطوره الافعال خطوره الافعال وانا مستث بالسمعه ديال البلاد والسمعه ديال الدوله لان هذا الاطباء الاطباء وديال هيئه منظمه وهذا خطوره الافعال وخا كاين ضمانه الحضور عنده محل سكن وعنده عمل قار وداكشي ولكن خطوره الافعال اعتقد انه لن يمتع لا هو ولا زوجته ولا شقيقته ولا شقيقه ولا, ولا, المت... ولا الباقي الاطراف المعتقلين بصراحه المؤقت وانما و... 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 وحتى دوك الناس اللي بصراحه المؤقت تحصل المراقبه القضائيه راه يمكن في اي وقت يعني حين الى إيه تم التحقيق بانهم راه متورطين وعندهم واحد الباع طويل في الجرم الجرائم المتابع من اجلها راه يمكن للسيد قاضي التحقيق بما له من سلطه ان يصدر امرا بالالقاء القبض عليهم وايداعهم في السجن هذه من صلاحيه الرأي في الاوامر من الامر بالاحضار الامر بالايداع الامر بالقاء القبض يعني يمكن يطلب يصدر امر بالقاء القبض والايداع ديالهم في السجن في اي وقت تثبت تطور الاحداث تطور التحقيق والمواجهات والاستماع الشهود وغيرها من الاجراءات التي بها تحقيق محترم راه يمكن يصدر امر من ديالهم الاعتقال يعني راه ماشي غير تصريح مؤقت راه ما في عن الاعتقال شكرا لك شكرا لك استاذ هشام كل شيء اعتقد لحد هذه الساعه ولحد اللي غادي فيه الملف كل شيء واضح كنتمنى انك تكمل معنا من بعد ملي تكون مستجدات اخرى وجديده في القضيه نكملوا معك ايضا باش نعرفوا المستجدات شكرا لك شكرا لكم متابعينا على تتبع الفيديو الاخير كانت معكم مريم فساحي خلف الكاميرا اشرف عوينه لنا صوره ولكم التعليق اشترك الان في قناه اشواق تي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق تي جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله